النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. مساء الخير. كل لاحظ ازدياد لسرعة الرياح في أغلب مناطق المملكة بشكل تدريجي، أما خلال الأيام القادمة متوقع ازدياد لسرعة هاي الرياح وبكون الطقس مغبر نهار يوم الأربعاء، وأيضا هناك جبهة ماطرة ليلا خاصة في المناطق الشمالية من المملكة وأمطار غزيرة ليلة الخميس الجمعة. ننتقل لطقس هاي الليلة، بتوصل درجات الحرارة في العاصمة عمان اليوم إلى 9 درجات مئوية وبكون الطقس بارد ورياح نشطة وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية العالية. غدا النهار بتتأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الثالثة وهناك هبوب للرياح وبكون الطقس مصحوب برياح ومغبر في وجه العموم في أغلب المناطق. تبدأ الأمطار بالهطول مع ساعات الليل المتأخرة في المناطق الشمالية والدخول إلى المناطق الوسطى مع ساعات الليل المتأخرة على فترات. ونستعرض معكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في أغلب المناطق الأردنية ونبدأ من المناطق الشمالية. توصل درجات الحرارة في إربد 15 إلى 7، عجلون 12 إلى 7، جرش 14 إلى 8، المفرق 15 إلى 7 ورياح نشطة. المناطق الوسطى من المملكة: صوفية 12 إلى 8، البحر الميت 21 إلى 16، زرقاء 16 إلى 8، مادبة 15 إلى 10، أما السلط 14 إلى 9 وأيضا رياح نشطة. المناطق الجنوبية من المملكة: الكرك 12 إلى 7، الطفيلة 13 إلى 8، شبك 12 إلى 6، معان 12 إلى 5، والعقبة 12 إلى 12 ورياح نشطة. المناطق الشرقية من المملكة: رويشة 16 إلى 6، صفاوي 16 إلى 5، الأزرق 18 إلى 7 وطقس بارد ليلا. أما توقعات الطقس خلال الأيام القادمة، بتوصل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان يوم الأربعاء إلى 12 درجة مئوية وبكون الطقس بارد ورياح نشطة. ليلا هناك هطول لزخات الأمطار خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وبتوصل الصغرى إلى 8 درجات مئوية. يوم الخميس بكون الطقس عاصف وبارد وبتكون الرياح محملة بالغبار في أغلب مناطق المملكة وبتوصل عظمى ل 10 درجات مئوية. ليلا بتتأثر المملكة بجبهة هوائية باردة تؤدي إلى هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى، توصل درجات الحرارة إلى 7 درجات مئوية. أما يوم الجمعة أيضا هناك هطول لزخات من الأمطار بتوصل عظمى ل 8 درجات مئوية، أما الصغرى بتوصل ل 7 درجات مئوية ويبقى الطقس عاصف وهي السمة العامة لهذا المنخفض. تنبيهات خلال الأيام القادمة بسبب هذا المنخفض: هناك تنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، وأيضا تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بأجزاء من شمال المملكة بسبب غزارة الأمطار، وأخيرا تنبيه من سرعة الرياح في أغلب مناطق المملكة. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة. للمزيد من التفاصيل يرجى تحميل تطبيق طقس العرب. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.